مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام، وينما كنتوا مرحبا بكم في حلقة جديدة من كلوزر، أخبار جديدة حصرية متنوعة. طبعا البداية بأبرز العناوين. هذا الفيلم هو اللي راح يبدل نظرة الناس على اليوتيوبر والانستغرام. أن صهيب راح يلعب دور دحمون اللي راح يختبئ الأمير لقمان في دارهم. أحمد السعدني يفاجئ الجمهور ويعلن انسحابه من مسلسل كله بالحب. أقسم بالله ما زدرت كاميرا كاشي. ما زدرت ما تزيد الدير. ما نزيد ندير كاميرا كاشي. سلسلة عاشور العاشر في جزءها الثالث ميزت بأغنية الجينيريك اللي أداها كرد عبد الله. وبرنامج كلوزر طبعاً ما يفوتش فرصة كما هذه. دخل إلى مكان الاستوديو التسجيل وجاب لكم الصور حصرية من المكان. حصريا لبرنامج كلوزر، فيديو من داخل استوديو تسجيل ينقل اجواء وكواليس ولاده جينيريك عاشور العاشر 3 واللي اداه عبد الله الكرد. محمد جلاب اللي شفتوه وتعرفتوا عليه في كليب ما شافوهاش للفنان موح ميلانو نال شهرة كبيرة، ومباشرة من هذا الكليب ولا من هذه التجربة الصغيرة راح إلى دور في عاشور العاشر. مشاهدينا الكرام شفتوه وتفاعلتوا معاه على مواقع التواصل الاجتماعي. مع بداية بث مسلسل عاشور العاشر في جزء الثالث، بدأ عديد الفنانين المشاركين فيه ينشروا صور الشخصيات اللي راح يلعبوها. فشفنا مروان قروابي حط صور ليه، وكذلك الملكة رزان ورجلاوي وغيرهم. المفاجأة كانت في مشاركة طفل صهيب جلاب بطل فيديو كليب ما شافوهاش لموح ميلانو في المسلسل. لكن اللي ما شافوش الكثيرين أنه صهيب راح يلعب دور دحمون اللي راح يختبئ الأمير لقمان في دارهم بعد إصابته، وتتوالى الأحداث اللي طبعا ما راحش نكشفوها. وبهذا درنا احنا اتصال مع والد صهيب وسقسيناه كانت ليه مشاركة أخرى في رمضان، وقالنا باللي أمين بومدين اللي يعتبر مكتشفه رشحه الدور في سيت كوم كويشة، لكن لحد الآن مازال ما لعبوش. الممثل علي شرف اللي شفتوه وتعرفتوا عليه في سلسلة عاشور العاشر في جزء A أو في الجزء الثاني تحديدا اللي بان دور ديالو، هذا المرة عرضوا عليه أدوار مختلفة في كل من يما الجزء الثاني في لاكازا ديال كمال وتاني في طيموشا الجزء الثاني، لكن ما قدرش صرح لبرنامج كلوزر خصيصا قالنا بلي ما قدرتش نلعب الادوار لانه ولفتوني في عاشور العاشر وما قدرتش نتخلى على دور رجلاوي بدوره. شكر جعفر قاسم اللي امن به وخلاله او فتح له المجال باش يبين قدراته. دوره في عاشور العاشر في الجزء الثالث كان كبير هذه المره، الشيء اللي منعه من انه يقدم اي دور اخر في مختلف السلاسل اللي تعرضوا عليه. كشف الممثل علي شرف المعروف برجلاوي ان دوره في مسلسل عاشور العاشر كلفه الاعتذار على عديد الاعمال اللي كان مرشح لها. رجلاوي في تصريح حصري لبرنامج كلوزر قال انه اعتذر على مسلسل يما موسم الثاني وسلسلتي طيموشا لاكازا ديال كمال وغيرهم، وقال تاني انه دوره الكبير في عاشور العاشر ما عطاهش الفرصة انه يشارك في سلاسل مختلفة. ومن هذا المنبر وجه تحية لجعفر قاسم اللي امن به وجعل منه ممثل مشهور من دور واحد اللي هو رجلاوي. مراد خان اللي طلع عبر برنامج واي نوت عبر تلفزيون لينا وقال باللي اعتزل الكاميرا الخفية هذا العام، ما سناوش الناس لكن ارجع لهم بكاميرا خفية شفناها مع بداية رمضان. نجم الكاميرا الخفية مراد خان يفاجئ المشاهدين بتصويره الكاميرا الخفية بعنوان ولي العقلك، لأنه خان كان قد أعلن عبر بلاطو واي نوت من قناة التلفزيون لينا أنه قرر اعتزال الكاميرا الخفية، لكن في الحقيقة ما فعلش ذلك، وتصريحاته كانت تمويه باش يصطاد ضحاياه. أنا قلتها ونعاودها، معليش
اقسم بالله ما زدرت كاميرا كاشي. ما زدرت ما تزيد الدير. ما نزيد ندير كاميرا كاشي. وفعلا اختفى مراد خان عن الانظار قبل رمضان وقام تصوير فكره جديده نشطها المغني طارق القليعي، والجديد في هذا الكاميرا الخفيه يلعب بطولته ممثلين هاويين من المسرح قام خام تدريبهم كيما تظهر الصور. بالنسبة للضحايا كانوا كتار، منهم ياسمين عماري، حسام بن زيراري، أحمد مداح، نسرين سيرغيني، عايدة عبابسة، منال حدلي، وشفيق باهو وغيرهم من الفنانين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي. الفنان الأزهر الجلالي المعروف بأدائه للأغنية النيلية راه يوجد لكم في زوج أغاني، واحدة مع الفنانة سهيلة بلشب في الطابع النيلي والأخرى مع إسحاق فوبيا، راح يكون موضوعها اجتماعي. دونك حنا كل التفاصيل راح تلقاوها في برنامج كلوزر أبقاو فقط أو في البرنامجنا في الحلقات اللي جايين. مشاهدينا الكرام، هذا العام شفتوا وجوه كثيرة من مواقع التواصل الاجتماعي على الشاشة. هذا المرة كان لنا لقاء مع وسيم بلي اللي أدى دور في سلسلة كويشا، طبعا تفاصيل في هذا اللقاء. الدور اللي احنا لعبوه ان شاء الله في مسلسل كويشا اللي هو انسان يعني يلعب من تحت لتحت، انسان خطير نوعا ما، اللي هو اسيستون تاع المديرة. مياك تعرف توجورك شغل يحب يختلس منين داك، يحب يدي منا منين داك منا. والدور راني نشوف فيه نورمال مؤديته كيما يكون الحال. مرسي بوكو والخونا امين بومدين اللي وقف علينا من البداية حتى شغل عاوننا، ما بخلناش بوش يعرف. صافي ان غرون بليزير. باذن الله راح يدير حاجه في رمضان ان شاء الله، والا اسك يخدم لي وما يخدمنيش انا نشوف فيها انه اي مسلسل ولا تفوت في حصه تلفزيونيه، وخاصه مع الاخ امين بومدين باذن الله راح تكون حاجه هايله ان شاء الله. فيلم يد مريم تحيه كبيره للاستاذ يحيى مزاحم اللي دار فينا ثقه، يعني باسكو عليه فيلم هو مبازي على الانستغرام يوتيوبر برك، ما كانش فيه ممثلين قدم، مي كانوا ضيوف شارف برك. وان شاء الله باذن الله يعني هذا الفيلم هو اللي راح يبدل نظرة الناس على اليوتيوبر وانستغرام. ومن الجزائر نروحوا إلى العالم العربي، رمضان والمشاكل. هذا العام مسلسل كله حب اللي شهد انسحاب العديد من الفنانين أو من النجوم اللي كانوا معتمدين عليه. مشاكل ما زالت متواصلة والأسباب في هذا التقرير. أحمد السعدني يفاجئ الجمهور ويعلن انسحابه من مسلسل كله بالحب بعد ما بدأت الحلقة الأولى. المسلسل تشاركوا فيه بطولته زينة، وهذا بعد ما ظهر اسم زينة 4 مرات في الجينيريك، هذا اللي خلى مصطفى درويش هو الآخر ينسحب. ما حبستش المهزلة هنا، فحتى النجمة صابرين ونور تبعوهم، الشي اللي خلى آيتن عامر تعلق خدوني معاكم، لكن من بعد انسحبت هي الأخرى من المسلسل. وردود الافعال تاع كامل الانتاج في هذا الشهر نشوفوها على مواقع التواصل الاجتماعي كسوا انستغرام، فيسبوك، سناب شات ولا حتى تويتر. نروح نشوفوا واش صراه صاري في الويب وراجعين. بعد بث الحلقة الثانية من سلسلة عاشور العاشر في جزءه الثالث، بدأت سلسلة من الانتقادات بخصوص لاعب الممثل حكيم زلوم لدور السلطان عاشور. هذا الظهور اللي كان سبب في انقسام الوسط الفني بين منتقد ومستحسن للأداء. من جهة أخرى اجتاحت موجة غضب وسط الممثلين المشاركين في العمل لما وصفوه بالمقص، وعبروا عن استيائهم عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، موجهين اتهامات نارية لمؤسسة التلفزيون الوطني لتعرض المسلسل على خلفية حذف عدة مشاهد وصل إجمالي وقتها حسبهم إلى 10 دقائق. نسخة القناة 9 التونسية من الكاميرا كاشي السيرك تثير الجدل بعد ما ظهر فيها أسد خلعول وأنيابو، وظهر بعدها محمد وسيم بكوش صاحب فكرة البرنامج باش يوضح السبب. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر مرض الفنانة نعيمة عبابسة، كل الفنانين تفاعلوا معها ودعوا لها بالشفاء.
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر تدهور الحالة الصحية لمطربة الأفراح والأعراس نعيمة عبابسة، وتحدث البعض عن دخول الفنانة في غيبوبة تامة، الأمر اللي انفاتوا أختها عايدة لاحقا قائلة أن وضع نعيمة صحيح حرج جدا، لكنها لم تدخل في مرحلة الغياب عن الوعي. ورغم التكتم على مرض عبابسة إلا أن مصادر كلوزر علمت بأن ما تعانيها الفنانة هو تراكم للسوائل في الرئتين، بالإضافة لإصابتها بفيروس كورونا كوفيد 19 ما عقد حالتها الصحية أكثر وجعل الأطباء يمنعوا عليها الزيارة. هذا وكانت عايدة أول من خرجت للملأ لتعلن مرض أختها، مطالبة بالصلاة والدعاء لها بعد ما كان خبر مرضها في طي السر والكتمان من قبل أبنائها، وهو الشيء اللي فسر خروج عدد كبير من الفنانين في وقت واحد وحطوا منشورات دعوا فيها للفنانة بالشفاء العاجل والعودة سالمة غانمة لأهلها. ماشي هذا وفقط، البارح تاني سمعنا بخبر وفاة زوجة محمد بوشايب أو الفنان محمد بوشايب المعروف بسعد القط. دونك من هذا المنبر ندعو لها بالرحمة والغفران ونقول تعازينا الحارة للفنان محمد بوشايب. وبهذا مشاهدينا الكرام نصل لختام حلقتنا لنهار اليوم من برنامج كلوزر. ما بقى لي غير نقول لكم استناونا غدوة في نفس التوقيت في نفس البرنامج على نفس القناة. متابعة جميلة لباقي برامجنا على تلفزيون لينا. سلام وصحة فطور.